بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الهادي الأمين. أما بعد، سأتحدث اليوم عن موضوع جديد، هو إزاي تصنع أو أعمل موقع على الإنترنت، موقع مجاني. التكونة يوديك للصفحة دي. ايه هو كده، افتح لك الصفحة دي. تك هنا، ايه بيقول لك انت عاوز تختار ايه؟ انا اختار بلوج، يعني موقع بسيط. مثلا اختار ديت، مثلا اختار ديت. هي كده صورتها. مرجعين تاني، لو انت عاوز تختارها تتكو هنا. انت كده اخترتها. هو كده يطلع لك فيديو هنا، لو عاوز تسمعه تسمعه، مش عاوز تسمعه تسمعوش براحتك. الفيديو انا هلغيه. وهنا بيقول لك انت تعمله ايه، يعني هتكتب محمد ابو العز. ويب سايت دوت كوم، بعده ايه 2000. هو بيقول لك ان انت لازم تكتب 4 حروف، مكتب 2500 او 2018، 2018 وسيف. لو ملاحظين معايا بصوا على سيف. هو كده هنا بيقول لك ان انت هتمسح ده. امسحه، شوف انت هتكتب ايه. مثلا اكتب محمد ابو العز.
وامسح ديت واكتب قناه ماشي. هو هنا بيقول لك انت عايز تعمل ايه؟ ماشي. هو كده الموقع بتاعك اتعمل ساعة وشوية حاجات. أول حاجة شوف انت عاوز تعمله ايه يعني. بيقول لك هنا هتختار الصورة، مثلا هعمل صورة من الكمبيوتر. وبعد كده لو هتحمل صورة من الكمبيوتر تحملها عادي. مثلا الصورة ديت انت تستنى لحد ما تحمل. وهي كده حملت. الصورة جت كده. الصورة بتيجي هنا. مثلا دي بتعمله مشمس، عملوا 100%، عملوا 100 ماشي. اتك هنا عشان الموقع بتاعك ينزل ماشي. بس تشوف على الموبايل، وهنا بيقول لك لو هتشوف على الكمبيوتر يطلع لك كذا، ولو شفته على التليفون الموبايل يطلع لك كده برضو. لو لاحظت الصورة بتاعتي اهي، الصورة اللي حاططها دلوقتي اهو، كل حاجة هنا اهي. لو تشوف على الكمبيوتر برضو كام. وهو كده الموقع بتاعك اتعمل. كده الموقع بتاعك اتعمل. لو عندكم اي استفسار او اي حاجة ابعتوها على اليوتيوب او اكتبوها تحت التعليق، واحنا هردوا عليها ان شاء الله. حبيت احط لكم حاجه مهمه. بعد ما كتبت الايميل بتاعي اللي اسم الموقع كتبت محمد ابو العز 1.website.com2018، راح جاي اللي انا عملته كله. لو ملاحظين معايا اهو الصوره اللي كنت حاططها دلوقتي. ولو عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشاركوه مع اصدقائكم ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. قناة محمد ابو العز.